مبروك عليك يا حاجة، انتي ولدتي تلاتة. يا حاجة، الو حاجة، النت فصل عندها، خلينا اقول لبنتين. ربنا يستر. لكن ما تنسوش ان بنتين حران وغضبان وهيفعل الخرقان وهركبكم الحصان. باي. انا مش فاهم بقالي اكتر من نص ساعة عمال افزح فيكي، كل دوت انت لسه ما اتفسحتيش، يعني اعمل ايه تاني؟ طيب يا بنت، انا زهقانه، انا زهقت من البيت خلاص، انا عايزه اتفسح كتير كتير. طب بقول لك ايه يا بنت، انا نفسي في ايس كريم، تعالى اكلنا ايس كريم. ايس كريم الغالي؟ ايوه يا بنت، انا عايزه ايس كريم، ماليش دعوه. ده غالي، ده الايس كريم ب10 جنيه، اجيب لك منين 10 جنيه؟ يا بنت ماليش دعوه، انا نفسي في ايس كريم. طيب خلاص، حسبي الله ونعم الوكيل، هضحي ب10 جنيه عشانك. يلا يا ست اجيب لك الايس كريم. ايه اتفضل حضرتك يا بنت، ايه اجيب لكم ايه؟ اه سمحت يا ابني، عاوز ارخص ايس كريم عندك. ارخص ايس كريم؟ ايه حاضر يا بنت، انا عايزه ايس كريم حلو يا بنت، انا عايزه ايس كريم من الغالي. غالي ايه؟ مش كفايه ان انا اكلك ايس كريم؟ هات لي يا ابني ايس كريم من ابو ربع جنيه بسرعه. حاضر حاضر يا بنت. ايه رايك يا حبيبتي، اديني مش حارمك من حاجه اهو، قلت ايس كريم جبت لك الايس كريم. ماشي يا بنت، على اساس ان انت جايب لي ايس كريم من الحلو، انت جايب لي ايس كريم بربع جنيه اساسا. ايه ده اللي بيحصل لي؟ انا مش قادره اخد نفسي، هو في ايه؟ انا بطني وجعاني قوي. ايه ده، ايه اللي حصل لك؟ ايه ده، ايه اللي حصل؟ عباس انكسر اخويا، انا عارف انت عامل ايه في الايس كريم. لا مش ممكن، الايس كريم بتاعنا ده حلو جدا حتى بربع جنيه. طب بص، يلا خد الايس كريم من المدام ورجع لي الربع جنيه بتاعي. ايه العفانة اللي انت فيها دي يا بنت؟ ايس كريم بربع جنيه، امال لو كنت جايب واحدة من 10 جنيه كنت عملت ايه؟ كلها فلوس يا ابني، انا عايز الربع جنيه. خلاص يا حبيبتي جبتك على المستشفى، يلا بسرعة. بجد يا ماما، يعني انت النهاردة عاملة لي رز وفراخ وبطاطس؟ ده انا بحب الاكلة دهيا. كل الحكاية بس يا ماما نص ساعة ولا ربع ساعة واجيلك. ماشي، اهم حاجة يكون الاكل سخن. حاضر يا ماما مش هتأخر. طيب اجيب لك حاجة وانا جاي؟ ماشي يا ماما، انا لسه في المستشفى. لو سمحت يا دكتور، مراتي بتولد. استنى يا عم، انت بكلم ماما عشان تظبط لي الغدا. يا دكتور مراتي بتولد، بقولك استنى، يعني هتولد مين؟ كريستيانو رونالدو؟ ما تستنى يا عم. ايوه يا ماما، ما تنسيش تزودي المخلل عشان بحبه. يا دكتور مراتي بتولد، خلي عندك دم. يا دي بقى وجع الدماغ يا جدعان، انا اصلا عايز امشي بدري عشان الحق الغدا بتاع ماما. معلش يا دكتور، مراتي بتولد، ارجوك ساعدها بسرعه. بص بقى، انت مش عشان بطل خارق بنتين هتفكرني اسمع الكلام بتاعك. بقولك ايه، تعالوا عد عليا بكره الساعه 3 العصر، اكون اصل انا دلوقتي ماشي خلاص، اروح اتغدى عند ماما. خلينا رن على ماما اشوف بقى الحاجات اللي عايزاها تاني. الو، ايوه انا ماما، اجيب شوكولاته وحاجات عشان نحلي؟ تحلي يا دكتور انت، انت مجنون؟ مراتي بتولد ورب النعمة لو ما وقفت دلوقتي لاضربك بالقوة الخارقة. حاضر يا فندم. خلاص يا ماما الغي الغدا يا ماما، هو اصلا شكله يوم نحس من البداية. تعالى يا عم، محسسني ان مراتك هتولد لك مين؟ يلا بينا دخلها يلا. والله حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حاجه، كان زماني باكل رز وبطاطس وفراخ ومخلل وبحلي بالشوكولاته. بتشتكي من ايه يا وليه؟ اللي بشتكي من ايه يا دكتور؟ بولد، الحقني مش قادره اخد نفسي. الهي يتقطع نفسك يا شيخه، كان زماني بتغدى دلوقتي، في حد يجي دلوقتي؟ وانا جايب مزاجي يا دكتور، انا بولد. وانا اعمل لك ايه يعني؟ ما رحتيش اي مستشفى تاني ليه؟ انت مش عارفه ان انا هتغدى؟ يا دكتور يخرب بيتك، ما تعليش صوتك عشان بنتين ما يجيش يضربني. خلاص هولدك، ده انت وليه نحس. يلا يا دكتور يا مجنون. انا مش مجنون يا وليه، انا خايف قوي على المدام، اصل الدكتور اللي معاها ده مجنون، ربنا يستر. مبروك عليك يا حاجه، انت ولدتي ثلاثة. يا حاجه، الو حاجة، النت فصل عندها، خلينا اقول لبنتين. ربنا يستر، انا خايف جدا ومتوتر. ما تتوترش حضرتك، خلاص كل حاجة تمام. خير يا دكتور، ايه نتيجة العملية؟ نتيجة العملية حضرتك 3-1. 3-1؟ 3-1 ازاي يعني يا دكتور؟ مش فاهم حاجة، هو احنا كنا بنلعب باتش ولا ايه؟ بص يا بناية، انت مش فاهم، اصل مراتك وهي بتولد النت فصل، فانت جبت 3 جوان ودخل فيك جول. حسب الله ونعم الوكيل في الدكتور المجنون ده، ورب النعمة يا دكتور لو ما اتكلمت، لاديك واحدة بالقوة الخارقة هموتك.
اتكلم يلا. خلاص خلاص هتكلم يا بنايه. الحاجه اللي انا كنت بولدها ماتت، تعيش انت. ايه ده، مراتي حبيبتي ماتت؟ يا نهار ابيض، انت اللي موتها يا عم. موتت مين؟ دولية نحس اساسا. مبروك عليك التلات عيال، انت خلفت تلات بنات تانيين. ايه ده، قصدك ان انا دلوقتي بقى عندي توأم ثلاثي؟ توأم ثلاثي بنتين. ايوان. الكلب خاف من الضفدعة. بصوا بقى يا اخواتي، عشان حبة المقالب اللي هتحصل في الكلب هتعجبكم قوي. ان مفيش اي حاجة عجباني اساسا، ويلا بقى غير التلفزيون، احنا مش هنتفرج على مزاجك. ايوان غير التلفزيون دلوقتي يا بن. يا ايما بص هتصوت وخليه بابا يجي يغيره غصب عنك. بني 3 ثواني، انا مش عايزك تتكلم خالص. وانت يا بني ثانيتين ما تتكلمش، انا اكبر منكم بثانية، عشان كده انا بنتين ثانية واحدة. يا عم انت خنقتني، خنقني، كل حاجة اكبر مننا بثانية. انت عشان اكبر مننا بثانية انت اللي تتفرج على التلفزيون؟ انا زهقت بجد يا بني 3 ثواني. هنعمل ايه؟ انا لازم اقول لبابا بقى عشان اتفرج على التلفزيون، مش هينفع كده بني ثانيه واحده كل شويه بيتفرج. بقول لكم ايه يا اخواتي، انا مش عايز وجع دماغ، ما تخلونيش اصوركم كده وانتوا بتعيطوا. هصوركم وانزلكم بقى على الانستجرام وانتوا بتعيطوا، وخلي كل اصحابنا يشوفوكم. يلا يلا اصوركم. انا مش عارف انت فرحان بالكاميرا دي كده ليه. ايوه دي كاميرتي حبيبتي اللي انا بصور بيها كل الذكريات الحلوه. على فكره يا بن، احنا عندنا القوه الخارقه بتاعتك، انت مش عشان اللون بتاعك زي بابا يبقى انت اقوى واحد فينا. انا لو دربتك يا بن هتعرف ان انا اقوى منك. ايوه وانا كمان عندي قوه خارقه رهيبه، ومش عايز اضربك يا بن. لا بقول لكم ايه، انت واد يا بنايه حمراء، بنايه زرقاء، همسككم انتوا الاثنين اجلدكم، هعلقكم بصوا زي الدباديب على التلفزيون عشان استمتع وانا بتفرج على الكرتون. ما تقدرش، انا بنتين الاحمر، قوتي اقوى منك بكتير. لا انا قوتي اقوى، انا بنتين الازرق. يا ابني انت هو بنتين اقوى ايه بس، ده انتوا من سوق الجمعه، انا بنتين الاصلي، مفيش حد زيي. كل الناس تكتب في الكومنتات مين بنتين الاقوى، انا الاخضر او بنتين الاحمر او الازرق. انتوا مش بتبصوا لنفسكم في المرايه ولا ايه؟ انا بنتين نمبر 1، انتوا تقليد. اني زهقت منك بجد، انا لازم اضربك. تضرب مين يا ولا احمريكا انت يا ولا؟ ما تخليش بص اديك واحده ازقريكه، حوش اخوك الاحمريكه. احنا الاثنين هنضربك يا بنت. ايوه انتوا الاثنين بتتامروا ضدي يعني. انا عندي قوه خارقه ومستعد اطيركم انتوا الاثنين، بس مش عايز اضربكم عشان بابا في البيت بس. يا بنت صدقني انا زهقت منكم بجد، بنتين غضبان وحران وهيفعل الخرقان وهركبكم الحصان. ايه ده بابا؟ ايوان بابا، دايما بتتخانقوا مع بعض انتوا الثلاثه. يا بابا اصل هم مش معترفين بقوتي يا بابا، ما يعرفوش ان انا اقوى واحد. مفيش حد فيكم اقوى من حد، انت طلعت اقوياء. لا بابا انا اقوى واحد، انا نفس لونك يا بابا. اسمع على بقولك عليه، يلا دلوقتي عشان نشوي الاكل. يلا بس انتوا بصوا لولا بابا بس جه عشان قال لنا نشوي الاكل، لكن ما تنسوش ان بنتين حران وغضبان وهيفعل الخرقان وهركبكم الحصان. باي. يا بنتين يا ازرق، انا زهقت من بنتين الاخضر دون، انا نفسي اضربه. وانا كمان زهقت منه لاني مش معترف بقوتنا الخارقه. انا عندي خطه هتخلي بنتين يحترمنا. يا بابا بس كده ظلم، مش معنى انا اللي اشوي الاكل يا بابا. انت اكبر من اخواتك بثانيه، انت اللي تشوي الاكل. يا بابا انا ماليش دعوه بقى، هم عمالين يلعبوا. انت ولا يا بن انت يا احمر ما تضايقنيش، وانت يا بن ازقريقه، يلا تعالوا شوفوا الاكل. انا مش هشوي حاجه، سيبني العب. وانا مش هشوي، يلا روحي يا حبيبي، مش انت فرحان اكبر مننا بثواني. طيب بقى انا هوريكم، يعني انتوا مش هتساعدوني؟ مش هنساعدك، يلا امشي من هنا، مش عايز اشوفك. طيب ماشي، انا هخليكم تندموا. يا بنتين يا احمر، انا زهقت من الاكل ده، انا بقى عايز اشتري اندومي. بس وطي صوتك، اوعى تقول كده قدام بابا، ده لو عرف ان احنا عايزين نشتري اندومي هيضربنا. بس انا بجد عايز اندومي. وانا كمان نفسي في الاندومي، بس بابا معاقبنا ومش عايز يدينا فلوس عشان احنا دايما بنتخانق. ولادي حبايبي يلا بينا دلوقتي ناكل. بس ايه الريحه دي؟ انا شامم ريحه دخان. يلا يا بابا بقى بالهنا والشفتيشي، انا اللي شوي الاكل كله واخواتي ما ساعدنيش. يا نهار اسود، البيت بيولع، انت ما طفتش الشوايه ولا ايه؟ الله يخرب بيتك. يا بابا يعني انا اعمل كل حاجه لوحدي؟ اخويا الاحمريكه والازقريكه ما رضيش
معلش يساعدوني هما يطفوها بقى. البيت بيولع يخرب بيوتكم، لازم اطفي البيت فورا. بتولع لنا في البيت؟ يلا بينا نساعد بابا نطفي البيت. هعمل لكم ايه طيب؟ محدش فيكم راضي يساعدني. يلا بينا نساعد بابا بسرعه. طفي يا بابا بسرعه، يلا خلينا نخش بسرعه نطفي البيت. يلا بسرعه بسرعه طفي يا بابا، طفي طفي اخواتي، طفينا البيت طفينا الحقنا كل حاجه. الله يخرب بيوتكم، انتوا بجد تعبتوني. مامتكم الله يرحمها كانت هتساعدني في تربيتكم، لكن انتوا مطلعين عيني. وانا عايز اقول لكم ان انا كنت اديكم مصروف وتشتروا اندومي زي ما انتوا عايزين، بس عشان خليت البيت يولع هحرمكم من الاندومي لمدة 4 سنين كمان، بس كده. واوعوا تفتكروا ان انا كده بخيل، ابدا. انا مامتكم زمان ما كنتش بحرمها من اي حاجة. اه والله سمعت يا رب عكيت، انتوا محرومين من الاندومي زي ما بقول لكم. يا بابا بس انا ماليش دعوة، انت السبب اساسا، نقعد ساكت. ايوه انا بابا، بنتين الاخضر ده هو السبب. لا يا بابا، بنتين الاحمر كان هو السبب. اني ما عملتش حاجة بابا، دي بنتين الازرق. انتوا كدابين، انا اصلا ما عملتش اي حاجة. لا ما عملتوش بعض كويس، انا هحرمكم من كل حاجه بس كده. هجيبكم كده اهو، بابا زعل مننا اهو. دايما انا لوني اهم واحد فيكم عشان لوني زي بابا، وانا اللي طفيت البيت ودايما شايل المسؤوليه. مسؤوليه مين بس؟ وانت يا بنتنا احمريكه مالكش لازمه، وانت كمان يا زقريقه. اني ماليش لازمه؟ انا لوني احمر، والطفايه اللي انت طفيت بيها البيت لونها احمر، يبقى مين اللي ملوش لازمه؟ ايه ده الواد ده بيقول ايه؟ هو قصده ان هو كده بيحرجني؟ ممكن يكون بيحرجني يعني عشان انا ماليش لازمه. انت ولا انت بتقول ايه؟ شوف بقى انت مقدر نفسك يا نوب. انا نوب؟ بنتين النوب، بنتين النوب اللي اكبر مننا بثانيه. طيب انا بقى اصوركم وانزلكم على الفيس وعلى الانستجرام وعلى التيك توك وكل حاجه، وانتوا بترقصوا كده اهو عشان كل الناس تضحك عليكم. انت بتصورنا؟ اما ترقصي يا زريقه ده يفضحنا. ايوه انا هفضحكم بقى واخلي كل الناس تشوفكم ويضحكوا عليكم. يلا وصورتكم، باي. اطلع نام. نسيت اقول لكم ما تنسوش تفتحوا الفيس بقى عشان تشوفوا الفضايح بتاعتكم. يلا باي، اطلع نام. يا بابا خدني جنبك يا بابا، وبكره اخد الفيديوهات من على الكاميرا افضحهم على الفيس. انا زهقت بجد بقى، ده يفضحنا على الفيس. انا عندي خطه هتخليه يندم. ايه هي دي طيب؟ ما تقولي. بص يا سيدي، احنا لازم نسرق الكاميرا بتاعته، وبما ان بابا معاقبنا وما بديناش فلوس لازم نجيب بيها اندوم انا وانت، وانا وانت بس اللي ناكل. ايوه دي خطه حلوه قوي، خلينا نبيع الكاميرا في الاستوديو. يلا بينا يا اخويا. انا مش مصدق احنا رجعنا ناكل اندومي تاني. ايوه انت شفت خطتي مظبوطه كده، احنا سرقنا الكاميرا بتاعت بنتنا اخويا، وكده مش هيعرف يصورنا تاني، ومعانا فلوس نجيب الاندومي اللي احنا عاوزينه. ايوه مظبوط. انا مش عارف يعني، لازم ابقى عشطان وانا نايم. خليني اروح اجيب ميه. ايه ده، هي الكاميرا بتاعتي فين؟ الكاميرا كانت هنا، هي راحت فين؟ اكيد اخواتي اللي خدوها، انا هوريهم ازاي ياخدوا الكاميرا بتاعتي. ايه ده، دول مش موجودين. الكاميرا بتاعتي راحت فين؟ معقوله بيمسحوا الفيديوهات؟ انا لازم اعرف الكاميرا بتاعتي راحت فين، ولو اخواتي النبات هم اللي واخدينها انا هوريهم بقى قوتي الخارقه، وهثبت لهم ان انا اقوى بنتين. ما تنسوش بقى تكتبوا لي في الكومنتات مين بنتين الاقوى، الاخضر ولا الاحمر ولا الازرق، لان الحلقه اللي جايه هوريهم قوتي الخارقه.